طبعا الفيديو اللي شفته هو في الواقع رجعني لواحد الأجواء اللي كنت عشتها مع الإخوان في الناظور، الزيارة اللي قمت بها في الإقليم العزيز المناضل والشامخ والقريب إلى قلوبنا. طبعا ما يمكن لي إلا نحيي الإخوان اللي كانت لي طبعا كان لي لقاء معهم، اللي هو السي محمد العلالي وأيضا السي عمر أزقاغ والسي البشير، على هذه الحرقة اللي كيتحدثوا بها واللي أنأكد لهم بأنني فعلا كان شاطرها معهم. ما كنتفقش مع السي أزقاغ هو كيهضر على الكذبة، لأن حاشا ولله أننا اليوم غادي نجيو وغادي نتعاقدوا مع شباب في إطار الكذبة أو الكذوب، والله يشهد. طبعا في الزيارة أنا قلتها وقلتها في البرلمان، ما كانش واعد كاين التزام، وهذا الالتزام يعني مازال قائم اليوم، وكنت قلت في البرلمان كنطلب الله ربما يخليني حي حتى نحقق هذا الحلم اللي هو حلم متقاسم واللي مشروع. يعني ما يمكنش مدينة في حجم الناظور بالتاريخ ديالها وبالنضال ديالها وبالموقع ديالها وبالإمكانيات طبعا ديالها ايضا اننا ما انها ما تكونش كتوفر على ملعب يعني كيكون في مستوى الانتظارات ديال الشباب الناظوري. الاشكال اللي كان وانا كنت قلته، وهذا اشكال يعني كنصادفوه دائما في كل مره، يعني كيتعلق الامر بعض يعني الانجازات على مستوى البنيه التحتيه الرياضيه، وكان هو المشكل ديال العقار. الاخ أزقاغ قال لك درنا ماكدونالد ودرنا مرجان، هادشي يمكن مزيان، هادشي ما يمكنش ندموا عليه، يمكن جا في واحد الظرف وربحناه. اليوم التحدي عندنا ماشي هو نقولوا علاش درنا مرجان ودرنا ماكدونالد، اليوم التحدي عندنا هو اننا فعلا نربحوا الرهان اليوم ونلقاو واحد الفضاء اللي غادي يكون مناسب لهذا الملعب. فعلا كان تم الاتفاق على واحد الملعب، على واحد التيران اللي كان ديال سوناسيد، الشركه ديال الصلب والحديد اللي كتعرفوا، وكان فيها واحد المشكل، هذا المشكل هو ان كان فيها واحد التعرض. الحمد لله اليوم المحكمه حكمات، يعني باش غير باش نوصلوا على الاخوان في الصوره بان راه ما نعسناش، بان راه ما نسيناش، ما تنسيناش هذا الشيء، حنا شي مازالين متبعينه. وانا كنت قلتها مرارا، وكنت اولا كنشكر حتى الاخوان يعني المنتخبين اللي جاو فعلا باش يدفعوا في هذا الاتجاه، وكان لي ايضا انا متابعه لهم باش يزيدوا يكملوا المشوار اللي بداوا، يعني في انهم يحاولوا يفروا شروط النجاح من خلال يعني تواجدهم في المنطقه، يعني تواجدهم على المستوى المحلي، وبالتالي غادي يقدروا يحلوا لنا هذا الاشكال. اليوم كاين هذا الحكم اصدر، الجماعه ملتزمه انها غادي تشري هذه الارض، والوزاره، وهذا هو الوعد، خصهم يعرفوا. انا بغيت نذكر بان الغلاف المالي المخصص راه 150 مليون ديال الدرهم باش غيتبنى هذا المركب. الوزاره بوحديتها، وهذا هو الوعد اللي عطيت وانا مازال ملتزم به، هو ان الوزاره بوحديتها عاطيه 100 مليون ديال الدرهم. 50 مليون ديال الدرهم غادي يدخل فيها واحد المجموعه ديال الشركاء الاخرين، غادي تكون فيها الوكاله ديال تنميه الاقاليم الشماليه، غادي تكون فيها الشرقيه عفوا، غادي تكون فيها الجماعات لا دي سي ال اللي عندها في الداخليه، وفيها اطراف اخرى اللي غادي يكونوا هما غادي يوفروا لنا ذاك المبلغ ديال 50 مليون ديال الدرهم. فاكيد ان الوعد مازال كاين، كيدكيه واحد الالتزام كبير، وكيما قلت ان ان شاء الله غادي نزيدوا نضغطوا مع كامل الاسف. يعني كاين هاد الاجراءات الاداريه اللي كتاخذ الوقت وكتجاوزنا جميع، ولكن مره اخرى انا كنتمن الحرقه ديال هاد الشباب، وفعلا بغيناها تكون، لان فعلا هاد الشباب هاد الحرقه اللي كنشوفوا ما يمكن الا نعتزوا بها، لانها فعلا كتبين واحد الاحساس ديال الانتماء وواحد الغيره على واحد المدينه اللي كينتميوا ليها واللي بغاوها يشوفوها ربما في ابهى الحلل وفي اعلى المستويات، وهذا حق مشروع. فمره اخرى كنهنئهم على هذا الحب ديال المدينه ديالهم، والحب من خلال الحب ديال بلادهم، واللي كنتقاسموه جميع. وكنأكد لهم ان شاء الله ان في القريب العاجل غادي يكون حل، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى، غادي نقول لها مغربيت اللي هي يقتلني حتى ان شاء الله نحقق هذا الحلم اللي هو حلم مشترك لا من جهتنا ولا من جهه ديال الاخوان في الناظور.